كيف ستنتقل هذه النقطة؟ انظروا، هذه هي النقطة هنا، انظروا يتحرك ويدور، يدور يدور، انظروا أصبحت النقطة أين؟ هناك. لاحظتم أحبتي في الله؟ طيب في البداية كان القمر، انظروا، كان مضيئا. ما الذي جعله يظلم؟ الشمس لم تتحرك، بالعكس هو يقترب من الشمس، يجب أن تزداد الإضاءة. نرى هنا أن إضاءة القمر أصبحت منعدمة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتشر مقطع لما يسمى قمر القطب الشمالي أو كسوف القطب الشمالي، ويظهر فيه القمر بتفاصيله الدقيقة، وأنه يعبر أمام الشمس ويحجب ضوء الشمس خلال تقريبا المقطع كله بحدود نصف دقيقة، وانتشر كثيرا. والحقيقة أحببت أيها الأحباء أن أحذر أن مثل هذه المقاطع هي مقاطع مفبركة، وسنتأمل أولا المقطع ثم نستنتج الأخطاء الموجودة فيه، الأخطاء العلمية طبعا، لكي لا نساهم بنشر مثل هذه المقاطع ونعتبرها آية من آيات الله. بالعكس، القمر بحد ذاته هو آية من آيات الله، سنتحدث عن ذلك في نهاية اللقاء. أول شيء دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة هذا المقطع الذي انتشر مؤخرا. هنا يزعم المقطع أن هذا القمر كما نرى أمامنا يظهر بتفاصيله الدقيقة بوديانه وحفره والأماكن المظلمة والمضيئة فيه، ثم يعبر بسرعة أمام الشمس كما نرى أمامنا هكذا، حيث تختفي الشمس لمدة 5 ثواني أو 4 ثواني، ثم تعود وتظهر الشمس، ثم القمر يختفي. والمنشور يقول هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل سنة أو كل عدة سنوات، يعني كل واحد يجتهد كما يشاء. دعوني أكتشف معكم الأخطاء العلمية الموجودة في هذا المقطع التي تثبت بوضوح، يعني بالنسبة للخبير بوضوح واضح أن هذا المقطع مفبرك غير حقيقي. دعوني أعيد هذا المقطع ولكن سأتوقف عند كل نقطة وأتأمل. انظروا معي أيها الأحبة، هنا أولا ظهور القمر بهذا الشكل السريع، هذا الأمر غير منطقي، لأن القمر يستغرق يوما، يعني نحن الكرة الأرضية تدور دورة كاملة كل 24 ساعة، في القطب الشمالي تقريبا نحن نرى الشمس ثابتة لا تتحرك كثيرا، فكيف يتحرك القمر بهذه السرعة الكبيرة؟ ولكن ليس هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الأول، انتبهوا معي أيها الأحبة، أن الشمس تقع خلف القمر. انتبهوا، أنا عندي هنا القمر هو أمام الشمس، انتبهوا أيها الأحبة، سأتوقف قليلا فقط لنرى. انظروا، الشمس في الخلف، الشمس خلف القمر. طيب المفروض أن أشعة الشمس، يعني لو فرضنا مثلا هذا هو القمر مثال، يعني فالآن الشمس هنا، فالمفروض مفروض أن الشمس هنا، فأنا أرى الوجه المظلم، لأننا لا نستطيع أن نرى الوجه المضيء للقمر إلا من خلال الشمس. فعندما نرى الوجه المضيء أمامنا، الشمس تكون في مواجهة القمر هكذا في الجهة الثانية، فنرى القمر بدرا. أما أن تكون الشمس خلف القمر لا نستطيع رؤية القمر. انتبهتم أحبتي في الله؟ يعني هذا هو القمر أمامنا هكذا، أمامي، والشمس هنا. انظروا، الإضاءة تأتي، لأفرض أن هذه الإضاءة أمامي هي الشمس، ستضيء هذا الجانب. الجانب الذي أنظر إليه أنا الآن هو جانب مظلم، هنا يظهر الجانب المظلم، يظهر مضاء،
وبالتفاصيل الدقيقة. إذن أنا الخطأ الأول هو خطأ الإضاءة، لم يراعي الذي صنع هذا المقطع، لم يراعي موضوع الإضاءة، هذا أولا. انظروا أيها الأحبة. الخطأ الثاني أن القمر لا يمكن أن يخفي الشمس بهذه السرعة الهائلة، لأننا نرى في كل عمليات الكسوف أن القمر يتقدم، يكون أمام الشمس، طبعا الشمس هنا والقمر هنا ونحن هنا على الأرض، يتقدم القمر هكذا ويبدأ بحجب ضوء الشمس ويستغرق دقائق. فسرعة هذا الفيديو تدل على أنه مفبرك، هذا الخطأ الثاني. طبعا هنا أيها الأحبة انظروا معي، بعد أن اختفى، بعد أن عبر القمر أمام الشمس، عاد واختفى بهذه السرعة الهائلة، وتظهر أيضا تفاصيله الدقيقة. طيب هناك خطأ آخر أيضا، هو خطأ أن هذا القمر أصلا موجود على الإنترنت، على ما يسمى خلفية سوداء أو خضراء، هذه اللقطات موجودة. فصاحب هذا الفيديو أخذ هذا القمر الذي يدور حول نفسه وعكس دورانه وبطأ قليلا، ثم طبقه على هذه الخلفية ليظهر لنا وكأن هناك كسوفا حقيقيا يتم بسرعة هائلة. بالموبايل العادي لا يمكن أن نرى مثل هذه التفاصيل أيها الأحبة، هذه كاميرا موبايل على أساس هو يقرب ويبعد، فلا تستطيع أنت أن ترى الفوهات الموجودة على سطح القمر والوديان، وهذه التفاصيل الدقيقة تحتاج إلى مرصد فضائي، تلسكوب ليكبر هذا المشهد، وتكون الشمس في مواجهته حتى تستطيع أن ترى هذا المشهد. إذا كانت الشمس خلف القمر لا يمكن رؤية تفاصيل القمر أبدا إلا من الوجه الآخر. لذلك نحن عندما ننظر إلى السماء ونرى بعض التفاصيل للقمر، الشمس يجب أن تكون في الجهة خلفنا يعني وتضيء، أما إذا كانت خلف القمر لا يمكن أن تحدث أي إضاءة على الإطلاق للوجه المقابل لنا، سيظهر هذا الوجه معتما. الشيء الثاني الذي نسي أن يصححه من قام بهذا الفيديو، أن القمر هنا يدور بسرعة كبيرة جدا حول نفسه. القمر أحبتي في الله يدور دورة كل 27 يوما وثلث حول الأرض، ونفس الزمن يدور حول نفسه، لذلك نحن نرى دائما الوجه المضيء، لا نرى الوجه المظلم الطرف الآخر، دائما نرى الوجه المضيء. فإذا أحبتي في الله انظروا معي هنا، انظروا الآن، راقبوا هذه النقطة هنا المضيئة، هذه النقطة هنا، هذه نقطة. انظروا، المفروض أن القمر يعبر بهذا الاتجاه، يعبر هكذا، المفروض أن هذه النقطة تبقى في منتصف القمر، النقطة هنا التي أشير عليها بالماوس. انظروا كيف ستنتقل هذه النقطة، انظروا هذه هي النقطة هنا، انظروا يتحرك ويدور، يدور يدور، انظروا أصبحت النقطة أين؟ هناك. لاحظتم أحبتي في الله، يعني القمر دار ربع دورة خلال 4 ثواني، وهذا مستحيل. القمر حتى يدور ربع دورة يحتاج إلى أسبوع، هذا من الناحية العلمية، لأن القمر يدور دورة كاملة كل 27 يوما تقريبا، فحتى يدور ربع دورة كما رأينا هذا الانتقال الهائل يحتاج إلى أقل شيء أسبوع. طيب كيف دار خلال 3 ثواني أو 4 ثواني؟ إذن هذا خطأ آخر يثبت أن هذه الصورة مفبركة أيضا. انظروا، سأعيد أحبتي في الله، انظروا هذه النقطة المضيئة هنا، هنا دققوا أحبتي في الله، وانظروا كيف القمر يدور حول نفسه بسرعة، انظروا يدور، تنتقل إلى هنا. ثم السؤال، ما الذي جعل هذه المنطقة مظلمة الآن؟
الشمس ثابتة في مكانها، تمام؟ ثابتة وراء القمر. طيب في البداية كان القمر، انظروا، كان مضيئا. ما الذي جعله يظلم؟ الشمس لم تتحرك، بالعكس هو يقترب من الشمس، يجب أن تزداد الإضاءة. نرى هنا أن إضاءة القمر أصبحت منعدمة. لاحظوا أيها الأحبة، فهذا فيديو مفبرك واضح جدا بالنسبة لأي إنسان لديه خبرة قليلة في موضوع علم الفلك. طبعا أنا لدي هنا على الإنترنت، موجود لدينا لقطات كثيرة للقمر، مثل هذه اللقطة مثلا. انظروا، هذه لقطة للقمر طبعا مأخوذة بتلسكوب وليس بموبايل، موبايل لا يستطيع أن يظهر هذه التفاصيل الدقيقة أيها الأحبة. فهذا القمر هنا يدور، هذه النقطة انظروا، طبعا هذا التصوير السريع جدا، يعني الدورة تستغرق 27 يوما، هنا الدورة تستغرق دقيقة أو أقل ربما. لذلك مثل هذه اللقطات أيها الأحبة يجب أن نحذر منها. طبعا الإعجاز في القمر أحبتي في الله، في القرآن الكريم له إعجاز كبير جدا. أولا القمر لا يضيء من تلقاء نفسه مثل الشمس، القمر ليس لديه وسيلة للإنارة أو الإضاءة، هو يعكس نور الشمس. لذلك القرآن قبل 1400 سنة ميز بين حقيقة القمر ككوكب بارد وحقيقة الشمس كفرن نووي ملتهب أو سراج وهاج. السراج العادي وقوده الزيت، الشمس وقودها الهيدروجين والتفاعلات النووية الاندماجية. إذن القرآن ماذا سمى؟ سمى الشمس سراجا وسمى القمر نورا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء سراجا، وهو القمر، وهي الشمس عفوا، تبارك الذي جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا، وصفه بكلمة منيرا وليس ضياء. بينما في آية أخرى قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء، ضياء ضوء، يعني مصدر للضوء، هي التي تشع الضوء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. في القرآن كله القمر لا يوصف بأنه ضياء أو سراج أو أي كلمة تدل على أنه مصدر ضوء، لا، تدل على أنه نور يعكس الضوء فيتحول إلى نور بارد، بينما ضوء الشمس ملتهب، أنت لا تستطيع أن تقترب من الشمس، درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية تقريبا، هذه السطح في الأعماق أعلى بكثير، بينما القمر حرارته لا تزيد عن عشرات أو 100 درجة مثلا في النهار، وأقل من 100 درجة تحت الصفر في الليل. فإذن هو كوكب بارد يعكس نور الشمس. طيب الإعجاز الثاني في هذا القمر أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر القمر كثيرا في القرآن، ولكن كم مرة ذكر القمر؟ الحقيقة قلنا إن القمر يدور حول الأرض دورة حقيقية كل 27 يوم وثلث، يعني لنقول 27 يوم وثماني ساعات تقريبا بهذا الحدود. فأقرب عدد صحيح لمدة دوران القمر حول الأرض 27. إذن الرقم 27 رقم خاص بالقمر. طيب كم مرة ذكر القمر في القرآن؟ 27 مرة بالضبط. لو تأملنا القرآن العظيم نجد أن كلمة قمر ذكرت 27 مرة، ويمكن أن نتأكد طبعا أيها الأحبة من هنا من خلال برنامج إحصاء القرآن، نتأكد من هذه الحقيقة. هذا هو البرنامج، إذا بحثنا عن كلمة قمر هنا وضغطنا على البحث، كم مرة هنا؟ 27 مرة بعدد
أيام الأيام التي يعني يستغرقها القمر ليدور دورة كاملة حول الأرض وحول نفسه طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرزقنا العلم النافع ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.